أكد نائب المدير العام لشؤون المكافحة في الإدارة العامة للإطفاء اللواء جمال البلهيص أن تمرين شامل ثلاثة والذي تنظمه الإدارة كل عام سيتضمن تمارين جديدة، منها كيفية تعامل رجال الإطفاء مع تصادم الطائرات وكيفية نقل المصابين ومعالجتهم. شامل ثلاثة راح يكون إن شاء الله تمرين غير طبيعي في معاضل كثيرة، وهو سقوط طائرة أو اصطدام طائرات في البحر عند دخولها داخل الديرة، وراح يكون خارج المطار الدولي، حيث أنه راح تكون هناك صعوبات قوية في عملية نقل المصابين ومعالجة وإنقاذ وتأمين المنطقة. كل أحد راح تكون هناك عندنا جولة ميدانية للفرق المشاركة، راح يتعرفون على الموقع. الموقع راح يكون في نفس الموقع اللي استعملناه في بالسابق في تمرين شامل اثنين، هو راح يكون انك سقوط تصادم طائرتين وسقوط مثل ما قلت طائرة، ووجود بعض الركاب محجوزين في البحر، كيفية عمل انقاذهم، كيفية عمل البحث داخل المنطقة الموجودة او المتأثرة، وكيفية نقل المصابين.